مرحبا بكم معنا في قناتكم جواهر ووصفة جديدة اللي هي الحريرة. هذه المرة من عند الأخت ديالي اللي صراحة كتفنن فيها وكتجيها خطيرة جدا، وقلت علاش لا لي ما نشاركهاش معكم. كاين أخوات مبتدئات ممكن يستفدوا معنا، والصراحة حتى أنا واحدة منهم، إذا خليكم معنا. نبداو على بركة الله، نشوفوا المقادير مضبوطة باش تجينا الحريرة ناجحة. واللي بغيت نقول لكم اننا هنا استعملنا الكوكوط ديال 8 طرو. اذا في الكوكوط ديالنا كناخذوا واحد تقريبا المقدار ديال الكيلو ديال المطيشة من بعد ما سلقناها وطحناها. على هذا الشكل. ثم كنضيفوا كأس غير مملوء ديال العدس، ثم جوج كيسان ديال الحمص يكون مرطب ومفسخ من قبل، ثم كنضيفوا شويه ديال الكرافس، قزبر، معدنوس، من الاحسن يكون طبيعي يعني ما يكونش في الكونجيلاتور، ثم بصله متوسطه تكون مشلضه، ثم كنضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال السمن. اللي ما تيبغيش ديك النكهه ديال السمن تكون جهده يقدر ينقص من الكميه. ثم تقريبا واحد ثلاثه المعالق صغار ديال الملح، زائد واحد الراس ديال المعلقه ديال القرفه ما كتجيش باينه، ثم كنضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال البزار، اللي كيبغيها حاره يقدر يكثر، زائد معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، تكون مملوءه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، واحد شويه ديال الخرقوم الملون ولا بلاش كاين اللي ما تيستعملوش يعني قبل اللون وصافي، معلقه كبيره ديال الزيت البلديه ولا الزيت النباتيه اللي بغينا، ودابا السر اللي غنقول لكم ديال الاخت ديالي هو الثومه. كنحكو واحد الضريس ديال الثومه ولا زوج اللي بغينا، يعني هذا هي ما كتجيش باينه، ما تخافوش منها ما كتبانش، هي كنحكوها مزيان وكتجي واحد النكهه زوينه في الحريره صراحه رائعه بزاف. صافي تقريبا هذه هي المقادير اللي كنستعملوا بصفه عامه فيها. ودابا كنديروا هذه الحريره ديالنا، كنردوها كتقلى، خصها تقلى مزيان حتى كتشرب ديك العناصر كامله، كتمتزج بيناتها يعني حتى كنحسوا بها بحال طابت نيت، قد ما تقلات كتجي زوينه. من بعد ما تقلات لينا ها هي، كنزيدوا عليها واحد المقدار ديال 2 لتر تقريبا من الماء المغلي كيف قلت لكم، حنا الكوكوط عندنا ديال 8 لتر. وفي هذا الاثناء تنوجدوا الخليط ديالنا باش ندوروا الحريره اللي فيه واحد لتر ديال الماء بارد، ثم 7 المعالق ديال الفورس يكونوا كبار. الى عندنا خميره بلديه كنديروا واحد المعلقه، واللي ما عندوش كيديروا واحد شويه ديال الخميره العاديه، يا اما المعجونه ولا حبيبات كنديروا منها واحد شويه. صافي يعني من بعد ما تطيب الحريره كنزيدوا عليها واحد الحكيك ديال المطيش، هذا الحك اللي كنخلطوه مع شويه ديال الماء، ثم كنضيفوا واحد ربع كاس ديال الشعريه
كنحركو مزيان. وفي هذه الاثناء كنزيدوا عليها الخليط اللي درنا ديال الدقيق، تقريبا المقدار ديال 1 لتر، مع التحريك المستمر. يعني من الاحسن ما نهداوش عليها، نبقاو نحركو مزيان باش داك الدقيق ما يتعجنش لينا، ما يديرش داك الكويرات. صافي كنحركو مزيان. ثم في الاخير يعني حتى كتقرب طيب لينا الحريره، حتى كتبقى لها 1 5 ديال الدقائق. فوالا هنا كنزيدو شويه ديال الخليط ديال الدقيق باش نحصلوا على داك القوام اللي بغينا. كيف قلت لكم حتى كتقرب طيب كتبقى 1 5 ديال الدقائق، عاد كنزيدو عليها واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس طري، كيعطي واحد النسمه عجيبه عجيبه جدا. صافي غير 1 5 دقائق كنخليوها يغلى ملي كنضيفوا هذا القزبر، وهاد الحريرة ديالنا واجدة. كنتمنى تجربوها حيت كتجي فعلا رائعة بشهادة الجميع. وبالصحة والراحة، وإلى الملتقى إن شاء الله مع شهيوات أخرى، والسلام عليكم.